دي يا جماعة كبسولات ذهبية اللون، لونها ذهبي وفعلا تقولها يساوي ذهب. بنصح اي حد ان هو يتناول كبسولات او يتناول الاطعمة بتحتوي على الاوميجا 3. ولكن في نقطة مهمة جدا، في عندنا 3 محاذير عند تناول الاوميجا 3. المحاذير دي هتلاقيها في اخر الحلقة، عشان كده حلقة قوية، لازم نشاهد الفيديو ده لحد الاخر. اول حاجة الاوميجا 3 عبارة عن حمض دهني اساسي، يعني الجسم مش هيقدر يصنعه من نفسه، لازم ناخده عن طريق مصدر خارجي، لاما عن طريق اطعمة نتناول اطعمة تحتوي على الاوميجا 3، لاما عن طريق مكمل غذائي يحتوي على الاوميجا 3. والمكمل الغذائي قد يكون كبسولات زي كده، او قد يكون دواء شراب للاطفال او ممكن كمان للكبار، يعني لو مش بيحبوا يتناولوا الكبسولات. اكتر طعام بيحتوي على الاوميجا 3 هي جماعة الاسماك الدهنية، اتكلمنا عنها كتير في حلقات قبل كده. الاسماك الدهنية زي سمك المكاريل والسردين والسلمون والتونة، لكن بصراحة التونة اقل واحدة فيهم، تحتوي على نسبة قليلة او مش كتيرة من الاوميجا 3، لكن اكتر حاجة بالترتيب سمك المكاريل والسردين والسلمون. دول يا جماعة 3 انواع من الاسماك مهمين جدا، تعتبر اكتر غذاء بيحتوي على الاوميجا 3 هي الاسماك الدهنية. لازم نتناول وجبتين سمك كل اسبوع عشان نحصل على الكمية الكافية من الاوميجا 3، ده رقم 1. رقم 2، الاوميجا 3 زي ما قلنا الجسم مش هيقدر يصنعه من نفسه، مش تقول ايه انا كده كده جسمي هيخلق الاوميجا 3، لا، الاوميجا 3 يا جماعة لازم ناخده لما عن طريق الاطعمة لما عن طريق مكمل غذائي، تمام؟ في كمان نقطة مهمة جدا، الاوميجا 3 مضاد قوي للاكتئاب عن طريق ان هو بيرفع هرمون السيروتونين، وده هرمون السعادة، هو ده اللي بيدي ايه؟ راحة نفسية، بيحسن عندك المزاج، بيعلي عندك المود، بيقلل عندك الاكتئاب والقلق والتوتر والعصبية. عشان كده أي حد بيشتكي من اكتئاب وقلق وتوتر عليك وعلى الأوميجا 3. عشان كده الناس اللي هم قاعدين على الشاطئ اللي بياكلوا أسماك كتير دايما تلاقيهم كده ايه بيرقصوا بيفرحوا، مش عشان خاطر ان هو الشاطئ يعني قدامهم، لا، عشان خاطر ان هم بيتناولوا أسماك دهنية كتير، وبالتالي بيحصلوا على كم كبير جدا من الأوميجا 3، وده بيرفع عندهم هرمون السعادة. ده رقم 1، أول فايدة ليه. تاني فايدة ليه، ناخدهم يا جماعة من فوق لتحت على الدماغ. الأوميجا 3 منشط للدماغ، بيعالج الدوخة، بيزود الدورة الدموية الرايحة للدماغ، كمان الأوميجا 3 بيزود عندك الذاكرة والتركيز، بيقلل النسيان، بيقلل خطر الإصابة بالخرف والزهايمر اللي بيجي مع التقدم في العمر. عشان كده معروفة أي حد عنده ضعف انتباه، ضعف تركيز، ضعف ذاكرة، عليك وعلى الأوميجا 3 مفيهاش كلام. معروفة الأوميجا 3 منشط للدماغ وبيعالج عندك ضعف الذاكرة والتركيز وبيعالج عندك مشكلة النسيان. نزلت شوية على البشرة، الأوميجا 3 مفيد جدا للبشرة، مضاد لجفاف البشرة، بيدي كده رطوبة ولمعان للبشرة، كمان بيدي حماية للبشرة، وكمان بيحفز الكولاجين اللي هو اهم حاجة للبشرة. عشان كده حاول تناول الاوميجا 3 عشان ده بيحفز عندك الكولاجين وده بيحافظ عندك على بشرتك. كمان الاوميجا 3 للشعر مفيد جدا لصحة الشعر، اي واحدة عندها نقص في الاوميجا 3 ممكن يجيلك التهابات فروة راس، ممكن يجيلك قشرة في الشعر، ممكن يجيلك كمان تساقط شعر، تقصف للشعر. عشان كده الاوميجا 3 من احد المكونات الرئيسية لتكوين الشعر، بيحافظ عندك على قوة الشعر. كمان الاوميجا 3 انزل تحت شوية مفيد جدا للقلب، اي حد عنده مشكلة في القلب او عاوز تحافظ على قلبك عليك وعلى الاوميجا 3. صديق القلب يا جماعة معروف الاوميجا 3 لانه بيقلل الدهون الضارة، واكتر حاجة بتضر القلب يا جماعة هي الدهون الضارة. عشان كده الاوميجا 3 بيحافظ عندك على كفاءة القلب، وبيحمي القلب من تصلب الشرايين، بيحمي القلب من الجلطات، بيحافظ عندك على القلب وبينعش كده القلب لانه بيقلل الدهون الضارة. ننزل كمان تحت شوية العظام، الاوميجا 3 يا جماعة مضاد قوي للالتهابات، ومنها التهاب العظام او التهاب المفاصل او خشونة المفاصل. عشان كده اي حد عنده خشونة في المفاصل، عنده التهاب في المفاصل، عنده التهابات في العظام، عاوز تقلل عندك الالتهابات، يعني خدت مسكنات كتير وبتخففك فترة، او شبعت منها ومش عارف تاخد مسكنات، عليك وعلى الاوميجا 3. الاوميجا 3 يا جماعة هيقلل عندك الالتهابات، مفيد جدا 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 لعلاج التهابات الجسم،
ومنها كتاب المفاصل وخشونة المفاصل، بيقل عندك خشونة المفاصل على الجسم كله. الأوميجا 3 بيرفع المناعة ضد الأمراض، عشان كده أي حد بيجيله أدوار برد كتير، نزلات شعبية كتير، عاوز تحافظ على مناعتك، من ضمن أساسيات تكوين المناعة وزيادة المناعة هو تناول الأوميجا 3. دي كلها يا جماعة كانت فوائد تناول الأوميجا 3، ولكن بشرط. جينا بقى لأهم حاجة في حلقة النهاردة. أول حاجة، لو أنت بتاخد أدوية بتعمل سيولة زي الأسبرين والورفرين، دي أدوية بتعمل سيولة للدم وهتتناول الأوميجا 3، لازم تستشير الطبيب المعالج بتاعك، لأن في بعض الأحيان ممكن يزود عندك نسبة السيولة، تمام؟ ده في بعض الحالات مش كل الحالات، يبقى لازم تستشير الطبيب المعالج بتاعك قبل ما تتناول الأوميجا 3. هل ينفع تتناول الأوميجا 3 مع الأسبرين ولا ما ينفعش؟ هل ينفع مع الورفرين ولا ما ينفعش؟ دي كلها أدوية بتعمل سيولة في الدم، تمام؟ تؤخذ بحذر مع الأوميجا 3، ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم لو هتاخد كبسولات تحتوي على الأوميجا 3، يعني لما تروح تشتريها من الصيدلية، في نقطة مهمة جدا، لازم يكون مكتوب على الشريط إن هو خالي من المعادن الثقيلة، خالي من المعادن الثقيلة، زي عندك الزئبق، لأن معروف الأوميجا 3 بيجي من إيه؟ زيت السمك. ففي الغالب هيكون فيه زئبق، لكن أهم حاجة نسبة الزئبق اللي فيه والمعادن الثقيلة اللي فيه، الألمونيوم والزئبق والنحاس، ما تكونش يا جماعة نسبة عالية جدا، يعني فاهم؟ تكون نسبة ضئيلة ملهاش أي تأثير ضار بالجسم، يبقى لازم يكون مكتوب عليه خالي من المعادن الثقيلة، مهمة جدا. تالت حاجة، في عندنا جماعة نوعين من أوميجا 3، ودول بيكون مكتوبين طبعا على العلبة، هو جماعة الـ EPA والـ DHA، هو في عندنا تلات أنواع، الـ EPA والـ DHA والـ ALA. لازم الـ EPA والـ DHA المكتوب على العلبة، لازم تركيزهم يعدي الـ 500 وتتناول مرتين في اليوم. لو عدى الـ 1000 أو الـ 2000 ده كده تمام، إحنا أهم حاجة تركيزهم في اليوم بيكون 1000 أو 2000 أو 3000 مللي جرام، يعني 1 جرام أو 2 جرام أو 3 جرام في اليوم، تمام؟ لكن ايه فايدة ان هو يكون مكتوب على العلبة؟ ان هو بيديك 3000 فيش اويل او 4000 فيش اويل، وتركيز الاي بي اي والدي اتش اي اقل من 500 او اقل من 400، انت كده ده بيضحك عليك. انا اهم حاجة يكون مكتوب على العلبة تركيز الاي بي اي والدي اتش اي، تمام؟ لو انت اخدته مثلا مرتين في اليوم، لازم يكون تركيزهم هما الاثنين يعدي ال 1000 مللي جرام، يعني 1 جرام في اليوم، وما يزيدش عن 3 جرام في اليوم. يعني التركيز اللي هو هيديك الفوائد اللي قلت عليها من 1 جرام ل 3 جرام كل يوم. فاهم حاجه؟ ركزوا على تركيز الاي بي اي والدي اتش اي، الجرعه اليوميه بتاعتهم ما تقلش عن 1 جرام، دي معلومه حطها في دماغك عشان يديك كل الفوائد اللي قلت عليها، لازم من 1 جرام ل 3 جرام، ما يزودش عن 3 جرام كل يوم. ليه بقى؟ لان هو برضو الفيش اويل بيحتوي على نسبه كبيره جدا من فيتامين اي، فيتامين الف، وفيتامين الف لما بيزيد في الجسم ده فيتامين بيدوب في الدهون وليه سميه في الجسم، عشان كده يفضل الفيش اويل اللي انت هتناوله الاي بي اي والدي اتش اي تركيزهم ما يعديش ال 3 جرام كل يوم، عشان نظرا ان هو بيحتوي على كميه مش قليله من فيتامين الف، وفيتامين الف لما بيزيد في الجسم بيعمل طبعا ايه؟ مشاكل. قلت لك يا جماعه كانت ثلاث محاذير، خلي بالكم لو انت بتاخد اسبرين او بتاخد اي برشام او اي اقراص بتعمل سيوله في الدم. ثاني حاجه، لازم يكون مكتوب على العلبه ان هو خالي من المعادن الثقيله ويتم استخراجه من اعماق المحيطات. رقم ثلاثه، لازم يكون تركيز الاي بي اي والدي اتش اي اليوميه من 1 جرام ل 3 جرام كل يوم، مش اقل من كده ومش اكتر من 3 جرام. انا كده جيت نهايه حلقه النهارده، اتناول يا ولاد الاوميجا 3، واشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.